مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. عاجل جدا من قداسة البابا شينودا. الكنيسة تصدر قرارات جديدة تعلن لجميع المسيحيين في مصر. عاجل، الكنيسة تصدر قرارات جديدة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا. أصدر عدد من إبرشيات وكنائس تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا مع بدء الموجة الرابعة للوباء في مصر رسميا. هذه القرارات وتشمل كالآتي: الموجة الرابعة لكورونا في مصر. وأصدر الأنبا ديمتريوس أسقف ملاوي وأنصنا والأشمونيين للأقباط الأرثوذكس بالمنيا قرارا بعد الإعلان عن أول حالة وفاة بين أساقفة الكنيسة مع بدء الموجة، وهو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس من محافظة القليوبية. تمثل في التشديد على الالتزام بنسبة الحضور للقداسات والعشريات بنسبة لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة، بنظام الحجز المسبق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد اللازم منعا لانتشار العدوى، وبحد أقصى فرد لكل دقة، وكذلك الاجتماعات والأنشطة الكنسية. وقال أسقف ملوي إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من الجمعة المقبل والأجل غير مسمى، مشيرا إلى أنه يصلى من أجل أن تظل أبواب الكنيسة المفتوحة، مطالبا كل من يشعر بأي أعراض ولو طفيفة التزام من التزم منزله من باب الأمانة والمحبة، قائلا: نصلي إلى الله إلى أن ينجي مصر وكل العالم من هذا الوباء. كما قررت كنيسة القديس ماري مرقس القبطية الأرثوذكسية بحدائق شبرا في القاهرة إيقاف كل الاجتماعات والأنشطة الخاصة بالكنيسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل. اقرأ أيضا: رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم التهنئة بعيد الفطر سور. وأصدرت إبراشية شبرا الشمالية تنويه بأن كانت كل كنيسة على حدة لهم الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بتدابير الإجراءات التي تحد من انتشار وباء كورونا بحسب الحالة الصحية لهم ولشعب وخدام كل كنيسة في هذه الموجة الرابعة من الوباء. ولفتت الإبراشية إلى أن قرار كنيسة ماري مرقس بشبرا بإيقاف خدمات التربية الكنسية والاجتماعات والكشافة قرار يخصها هي فقط، بناء على قرار مجلس كهنة الكنيسة وليس لبقية كنائس شبرا الشمالية. علاقة بهذا القرار ومجمع كل كان كل كنيسة سوف يأخذ قرارات تخص الخدمة بكنيستهم بحسب الحالة الوبائية في كل كنيسة على حدة. هذا الخبر منقول من أهل مصر. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ونطلب من الله أن يحفظ على مصر جميع المسيحيين والمسلمين. ولكم مني كل الحب والسلام. سلام ربي يكون معكم. آمين.